أستاذ جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، مرحبا بك في المشهد التونسي. نحن يعني سعداء بالفرصة هذه حتى نتعرف منك عن أوضاع الثورة في مصر، ويعني أوضاع الإعلام العربي بشكل عام. فأولا، شنو الأوضاع اليوم في مصر يعني تقريبا؟ في مصر الآن أعتقد أن الأمور ماشية في اتجاه صحيح، ببطء لكن ماشية في الاتجاه الصحيح. لو بدأنا بالإعلام بنلاقي أنه في مساحة من حرية التعبير أفضل من أوضاع مبارك، أنه البعض بيرى أنه في محاولات حصار حرية التعبير من المجلس العسكري، لكن من جانبنا نقول أن المجلس العسكري الذي كان خط أحمر في الصرف لم يعد خط عسكري، لم يعد خط أحمر، وبالتالي بيتعرض للانتقاد، ودي نقلة جيدة ومهمة جدا. بالمناسبة احنا سمعنا أنه في آلاف المحاكمات العسكرية يعني في مصر. محاكمات عسكرية بدأت من فبراير بعد الثورة مباشرة حتى أغسطس الماضي، وفعلا حوالي 12,000 تحكم عسكري، يعني رقم ضخم، وبعضهم تم تعذيبه، لكن ضغط القوى السياسية والشارع كاد أن يوقفها، أصبحت قليلة جدا. وفي تنازلات وتراجعات بيعملها المجلس العسكري، وده في الحقيقة بنشوف أنه كان يعني خطوة لقدام. الناس ما زالت متأكدة بثورتها وبتنقذها وبتصلح مسارها. يعني في اليوم في مصر جدال حول موعد الانتخابات، هل حسم هذا الجدال ام لا زال؟ بالتقريب حسم، لانه اصبح الان الموعد المعلن عنه في نوفمبر القادم، والحديث الان مش على الموعد، على الطريقه اللي تجرى بيها الانتخابات، لكن اعتقد انها هتتم في موعدها. والشارع موجود وكله بيتنافس في الشارع. نحن ملاحظين انه تقريبا كل جمعه في ميدان تحرير يعني في مظاهرات وكذا. بالمناسبه يعني في لاحظنا ما جرى للسفاره الاسرائيليه، اللي هو لا اخفي انه الكثير من التونسيين تفاعلوا والعرب تفاعلوا معه بشكل ايجابي، لكن لاحظنا ايضا انه ثم وكانه نوع من التبرؤ، انه محاولات تبرؤ مما جرى من بعض الاطراف السياسيه واتهام الثوره المضاده حتى احيانا بان وراء هذا الشيء، يعني تقريبا بشكل موضوعي انت كعالم. يعني مش من انصار نظريه المؤامره انه وراء مؤامره، بالعكس وراها رد فعل شعبي في مواجهه الغطرسه الاسرائيليه، وفي مواجهه التراجع وعدم اتخاذ موقف حقيقي من السلطه في مصر الان، سواء الحكومه او المجلس العسكري، ازاء الغطرسه والاعتداءات الاسرائيليه المستمره. فالناس يعني زي ما بيقولوا رد فعل، دفاعا عن كرامتهم وعن المواطنين اللي اتقتلوا، راحوا عند السفاره الاسرائيليه ويعني حاولوا يوصلوا رساله انه لا تنازل عن اي اعتداء يتم بعد كده في مواجهه مصر تاني من اسرائيل. يعني مثلا من بين الامور التي نسمعها ولو عن بعد، انه في تخوف، لا يعني نفس الجدال الموجود في تونس تقريبا، موضوع الاسلاميين والعلمانيين، وخاصه انه عندكم معطى ممكن هو السلفيين اللي يبدو انه عندهم قوه وازنه في مصر. هل تخاف انت على مصير الديمقراطيه في مصر بهذا؟ الديمقراطيه تعني انه كل تتسع للجميع، وانه كل يعبر عن نفسه، والاسلاميين شئنا ما بين جزء من المجتمع المصري، ولا يجوز لحد يطالب باقصائهم. ثانيا الاسلاميين مش كتله واحده، نتكلم عن سلفيين وعن جهاديين وعن الاخوان، كلهم موجودين زي ما اليسار كل فصائله موجوده، والعلمانيين والليبراليين والقوميين. فليه يعني ليه لا بس انه لا يبدو هم انه السلفيين يبدو انهم عندهم وزن كبير، يعني لا السلفيين لان لم يكن لديهم خبرات سياسيه فصوتهم عالي وخطابهم في مساحات غرور. بالعكس انا شايف انه جيد انهم بقوا موجودين في النور عشان الناس تقدر تتفاعل مع خطابهم، مش مع كونهم ضحيه للنظام السابق، وبالعكس بيخسروا نتيجه الخطاب اللي فيه احيانا كراهيه من بعضهم. احنا اليوم في ندوه حول الاعلام في تونس، ف
فيهمنا نعرف شنو وضع الإعلام في مصر اليوم حتى نعمل مقارنة لتطور الأوضاع في البلدين. في مصر الوضع الآن إحنا لدينا ائتلاف وطني لحرية الإعلام للهيئة المستقلة هنا يعني بنعمل أولا في ملاحقة الانتهاكات اللي موجودة مازالت حتى مازالت موجودة، لكن أيضا بنستعد بمبادرات مسودات ومشاريع قوانين عشان تكون جاهزة لما الحكومة المنتخبة الديمقراطية والبرلمان بدل ما يبدأ من الصفر يكون عنده مبادرات يمكن يناقشها يعدل فيها. في مساحة من شعور بأنه حرية التعبير الناس بتنتزعها. البعض بيرى انه الصراعات اللي في الاعلام دي ظاهره سيئه، انا بشوفها ظاهره ايجابيه لان الديمقراطيه هي تنوع اختلاف اراء، مفيش ديمقراطيه فيها راي واحد، الديمقراطية هي تعبير في الاعلام. لا بس يعني مثلا احنا في تونس الملاحظ انه خاصا بالنسبه للقنوات والاذاعات الخاصه هي نفسها بقيت، يعني نفس اعلامها قبل 14 جانفي بقي هو نفسه. طبعا الجميع صار ثوريا في الفترة الأولى وبعدين يعني لاحظنا عودة بعض العادات القديمة. في مصر يبدو أنه في فتحت قنوات جديدة وإذاعات، وفي تونس فقط الجرائد يعني هي اللي فتحت. لا في مصر مش إذاعات فتحت كتير ومحطات فضائية، لكن مساحة الحرية عند اللي موجود زادت، والإعلاميين أو أصحاب المحطات اللي كانوا موجودين في ظل نظام الأسد هم ما زالوا موجودين، لكن خطابهم يتغير بالضبط. وأنا رأيي إنه الديمقراطية زي ما قلت من شوية تحتمل اللي كانت آراءه مختلفة. المشكلة في من ارتكب جرائم لا يجب السكوت عنه، من ارتكب جرائم يجب أن يحاسب عليها بشكل عادل، لكن من كان يحمل رأي مختلف يخليه موجود. يعني لما نقول نتحدث عن جرائم في الإعلام، ما هي نوع هذه الجرائم؟ شنو هي الجرائم؟ يعني اللي كان في مواقع رسمية وسخر الإعلام لخدمة النظام، حرض ضد الناس، تسبب في فساد، ده لابد من عقابه. وهل تمت محاسبتهم أم لا في مصر؟ في مصر بعضهم بيتحكموا، يعني وزير الإعلام ورئيس الإذاعة والتلفزيون السابق بيتحكموا الآن. وفي مازال في المناصب القيادية في الإعلام بعض من فلول النظام السابق لكنهم مكشوفين. إنما اللي من كان رأيه فقد دائعا هذه ليست جريمة. علينا أن احنا نرد على كلام وأفكار مش ان احنا نفتش في ضمائر ونقل. يعني حسب متابعتك للوضع في تونس الاعلامي والسياسي، انا شايف انه جيد. انا ما اعرفش ليه يعني في تصور انه متراجع، طبيعي يبقى موجود وهيقعد لفتره انصار النظام السابق، وطبيعي يبقى موجود من يقاوم الثوره. ما فيش ثوره، الثوره بدات لكن لم تنتهي. صحيح، طبيعي يبقى موجود، لكن هل هم وحدهم؟ انا ارى انه لا، هناك تنوع في الاعلام التونسي، وجهات النظر المختلفه بقت عندها مساحه بتعبر عن نفسها. في مشاكل طبعا، لكن هو ده دور الثوره، انها يعني تتعامل مع هذه المشاكل وتتجاوزها وتتحرك منها. شكرا استاذ جمال، شكرا لك.